ارحبوا يا الجمهور، وارحبوا اللي تحبون الكورة. اليوم نجمنا كبير وكلنا نحبه، ويموت بشيء اسمه سينما. بس تعالوا شوفوا، هو شاف فيلم رعب ولا شاف شيء ثاني؟ تعالوا معنا. صراحة أنا ما أدري أضحك ولا أرتبك ولا يعني للحين أنا مصدوم من الوضع اللي صاير، بس الحمد لله أنا كانت كاميرا خفية، وإن شاء الله تصير حلقة خفيفة تعجبكم إن شاء الله.